برئاسة معالي السيدة فوزية بن عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم جلسته 17 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وناقش المجلس مشروع القانون البحري، كما قدم التهاني لقوة دفاع البحرين بذكرى التأسيس 52. هذا وجدد مجلس النواب التأكيد على الموقف البحريني الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية. أغلبية موافقة. بوتيرة متسارعة وحماسة كبيرة، وافق أعضاء المجلس على 150 مادة من أصل 393 مادة مكونة لمشروع قانون القانون البحري الجديد، والذي تسعى لجان السلطة التشريعية ووزارات الحكومة الموقرة إلى الانتهاء منه وبدء تنفيذه بأقرب وقت ممكن. استطعنا أن نمضي في 150 مادة انتهينا منها اليوم، القانون تقريبا حوالي 390 مادة، فاليوم انتهينا من 150 مادة، وتم ترحيل بقية المواد إن شاء الله الجلسات القادمة. أتمنى إن شاء الله أن يكون خلال الجلسة القادمة أو بالكثير جلستين ننتهي من هذا القانون، وننظر أيضا في قوانين أخرى مهمة لا زالت لدى لجان المجلس مثل قانون الصحة النفسية، قانون البيئة وغيرها من القوانين. طبعا صار الكثير من الدراسة والإعداد ومناقشة هذا القانون في مراحل سابقة، خاصة مع لجنة المرافق القائمة والبيئة في مجلس النواب. نتمنى إن شاء الله ننهي هذا القانون في أقرب فرصة إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة، ومن بعدها ينتقل إلى مجلس الشورى. طبعا قانون ضروري، لأن القانون الحالي قانون مضى عليه أكثر من 30 سنة، وصار الكثير من المتغيرات الدولية من خلال منظمة الملاحة البحرية الـIMO، ولا بد من قانون أن يتواكب مع هذه التغيرات. هو قانون بالفعل أساسي لمملكة البحرين، يتعلق أيضا بالشق الأمني والاقتصادي والاستثماري للبلد، يتعامل مع السفن يعني الأمور المتعلقة بالتجارة البينية بين الدول، وأيضا على سلامة الأمن البحري وسلامة الموانئ، وأيضا على التعامل مع التلوث، ومع أيضا القضايا المتعلقة بمسألة التسجيل البواخر عالميا ومحليا وإقليميا. توصية اللجنة إجراء بعض التصويبات. الموافقون على توصية اللجنة؟ وبعد انتهاء السادة الأعضاء من توصيات اللجنة، تحول الحديث إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن بحرنة الوظائف، وهو التقرير الذي ساد فيه الحديث عن تفاصيل وأرقام دقيقة ومبادئ استراتيجية طامحة لرفع نسب البحرنة في القطاعين، وهو ما كان موضع اهتمام وطمأنة للسعي الدؤوب لتحقيقه. لسنا مختلفين في شيء، يعني أي مقترح جيد، أي توصية جيدة تدعم التوظيف، أول في مجال اهتمام وزارة التربية والتعليم بالبحرنة وإحلال العنصر البحريني المؤهل الذي يستطيع أن يخدم أبنائنا ويسهم في الارتقاء بمخرجات التعليم. على سبيل المثال، العام الماضي تم توظيف 900 معلم ومعلمة من أبناء مملكة البحرين، واستمرت الوزارة في تأهيلهم وتدريبهم في مواقع العمل أيضا، وتم إنهاء عقود أكثر من 370 من معلمين الوافدين، لأن سياسة الوزارة متى وجدنا المعلم المؤهل القادر فلن نتردد في تقديم أفضل خدمات إليه. أعتقد موضوع البحرنة أو التوطين هو هدف سامي تسعى إليه جميع الدول، ولن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، حيث سبق وأن بينت الحكومة الموقرة في برنامج عمل الحكومة على أهمية المواطن، وكذلك اليوم المجلس التشريعي أكد على أهمية المواطن وحقه في كما أكد عليها الدستور في الوظيفة العامة. استفسارات تعقبها توضيحات ومداخلات كانت تنتظر الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق، حتى وجدت مساحتها في هذه القاعة لتؤخذ بعين الاعتبار وأمام المسؤولين في أجواء رحبة من التعاون والتفاهم. نسبة بحرنة 18.8، أنا ما أعرف شلون 18.8%. إذا أخذنا على وجه العموم النسبة حاليا لا تقل عن 84%.
ردود متنوعة ومداخلات مطولة أحاطت بمناقشة المجلس لتقرير لجنة بحرنة الوظائف، والذي من خلاله بين السادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم. وبالوقت ذاته بين ممثل الحكومة الخطط الاستراتيجية لرفع نسبة بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.